ان شاء الله جبت لكم واحد الفطائر الكوتي بعجينه سحريه مقرمشه، وفي نفس الوقت واحد الحشوه رائعه واقتصاديه. غادي تشوفوا معايا المقادير ديال العجين. انا هنا دوبلت المقادير باش تجيني كميه كبيره، تقدروا ديروا نصف الكميه، نبداو على بركه الله. بالنسبه للدقيق انا دايره 10 الاكواب، يعني تقدروا تستعملوا غير 5 ديال الكيسان ديال الدقيق. عندي هنا 4 ديال المعالق ديال الزبده، اللي تقدروا تستعملوا 2 معالق في حاله درتوا نصف الكميه. وعندنا الملح وجوج كيسان الماء، الماء على حسب الخليط. نبداو بتحضير الوصفه على بركه الله. بسم الله، اول حاجه غادي نديرو الدقيق ديالنا. انا درت كميه كبيره باش يجيونا عدد الفطائر كثيره. غادي نزيدو الملح. بسم الله، يعني غادي نديرو عجينه المسمن غير هي، كنزيدو عليها الزبده باش كتجينا رطبه من الداخل، وفاش كتعجن كتجينا مقرمشه. غادي تشوفوا معايا ان شاء الله الفطائر كيجيو بواحد الشكل اللي بدون مجهود بدون تعب، بلا دليك بلا والو. وغادي نبداو نجمعو في المقادير ديالنا. غادي نزيدو الماء باش تسهل علينا. بسم الله، نديرو الكاس الاول. نبداو نجمعو المقادير بشويه بشويه، تنجمعو العجين. الماء طبعا غادي يكون دافي. نجمعوا العجين ديالنا بشكل عادي كيف موالفين. بعد ما جمعنا العجينه ديالنا كيف كتشوفوا كتجينا شويه قاصحه. غادي ندهنوها بالقليل من الزيت، واحد شويه الزيت، غادي نخليها ترتاح. درناها قاصحه باش يلا ترتاح وتجينا هي هذيك فاش نبغيو نخدموها. ندهنها بالزيت وندهنو حتى الاناء. غادي نجيب واحد الكيس بلاستيكي باش نحطها فيه. باش ترتاح لينا اكثر وتطلق. بسم الله، كيس غذائي. وغادي نزيد نحطها في واحد البواطة اولا سوبيرا. هكا كنلقاو العجينة ديالنا مرتاحة وكتجينا سهلة في الخدمة ديالنا. غادي ندوزو لتحضير الحشوة. بالنسبه للحشوه ديالنا انا اختاريت غادي ندير فيها البصله والجزر ولا خيزو والقرعه خضراء فلفله حمراء. تقدروا ديروا الحاجه اللي بغيتوا، بحال الوليدات اللي ما كيبغوش الخضره نقدروا نستغلوا هاد الفطائر ونديروا فيهم خضيره بحال هكذا. غادي نديرها في مقلات باش تشحر ليا. بسم الله، اول حاجه ناخذ مقلات غادي ندير فيها قليل من الزيت. بسم الله، وغادي نديرو هاد الخضيره ديالنا. غادي نديروها فوق النار ونخليو الخضره ديالنا تشحر كامله. هذيك الخضره تقريبا واحد نص طيبه، يلا كتبدا ترخى لينا. غادي نزيدو فوق الدجاج اللي قطعناه بحال هكذا مربعات صغيره. بسم الله، وبالنسبه للتوابل اللي غادي نزيد، عندي هنايا الملح تقريبا ملعقه صغيره الملح، ملعقه صغيره ديال بودره الثوم، ما كانش ديروا الثومه محكوكه، تقريبا ربع ملعقه صغيره البزار، نصف ملعقه صغيره سكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم اولا الكركم، ملعقه صغيره ديال التحميره ولا البابريكا. صافي،
وغادي نعاودو نردو فوق النار نكمل طيابو. هاد الحشوة دغيا كطيب ما كتاخدش لينا الوقت بزاف. تقدروا تبدلوا هاد الدجاج بالطومن، حاجة اللي متوفرة في الدار، ولا كفتة. الحشوة ديالنا صافي طابت، غادي نزيد عليها بعض الإضافات وهي صوص الصوجة اللي كتزيد تلدد لينا الطبق ديالنا، كتزيد تبننو. بسم الله، أنا هنا درت جوج معلقات. غادي ديروا على حساب الكمية اللي عندكم ديال كمية ديال الحشوة. هنا عندي ملعقة كبيرة تقريبا ديال المعدنوس، كنخليوها هكدا حتى الاخر باش يبقى طري ومحافظ على المذاق ديالو. غادي نزيد الهريسة اللي حتى هي معروفة كتبنن، الناس اللي ما كيبغيوش الحار غادي تقللوها. بسم الله، صافي ونخلطو العناصر، نخلطو الكل. الحشوة ديالنا ها هي جاهزة، غادي نخليها جانبا وغادي نمشيو نشوفو العجين ديالنا اللي غادي تكون ارتاحت. صافي غادي نخليها حتى تبرد باش نستعملوها كحشوة، كتجي رائعة في المذاق. ناخذ العجين ديالنا اللي كنلقاوها ارتاحت. بسم الله، غادي نبداو بالتشكيل ديالها خويرات. قبل غادي ندهنوا سطح العمل بالزيت. بسم الله، باش نلقاو فين نحطوا الخويرات ديال العجين. هو شكل العجين، شوفوا كي كتجي لينه ورطبه. دابا غادي نبدا باش نشكلها كويرات. غادي نقطعها اول شيء باش تجيني ساهله في التشكيل. غادي نشكلوها بشكل طولي باش تجينا ساهلة كي قلت لكم. نقطعوها بسم الله، نبداو نقطعو واحد القطع صغيرة على حساب اللي غادي يقدنا. قطعناهم بحال هكذا، غادي نشكلوهم على شكل كويرات باش يبقاو مقادين كيفما كتشوفوا. غادي نقادوهم هكا على شكل كريسات ولا كويرات ونخليوهم هكا جانبا. غادي نقادوهم كاملين بنفس الطريقة. صافي ونحطوهم جانبا هكذا بنفس الطريقه بلا ما نطول عليكم، تنكملهم كاملين. نحاولوا باش يجيونا قد قد في القياس ديالهم. ما شكلناهم كويرات كيف ما كتشوفوا، غادي نغطيهم بواحد الكيس بلاستيكي وغادي نخليهم يرتاحوا شويه. غادي ندهنوا سطح العمل بواحد القليل من الزيت باش نسرحوا فيها العجينه ديالنا. بسم الله، غادي نبداو باللولة.
غادي نبداو نسرحوها مزيان باش مسرحناها مزيان. فاش كتبان لينا هكذا رقاقت غادي ناخذ القليل من الزبده اللي عندنا ديجا خرجناها من الثلاجه، يعني رطبه ما كاينلاش نذوبوها، كندهنوها هكا على العجين ديالنا صافي. وغادي نشكلها على شكل مسمنات عادي. بسم الله نديرو الجهه الاخرى. غادي نشكلوهم كاملين على شكل مربعات بحال هكذا. غادي نحطها جانبا وغادي نمشي نفس الطريقه. غادي ناخذوا العجين الاخر غادي نسرحوه حتى هو مزيان. بعد ما كنسرحوها نفس الشيء كندهنوها بالزبده. هاد الزبده هي اللي كتخليها مقرمشه لينا بعد ما كطيب صافي. غادي نشكلوها هكذا مسمنه مربعه. غادي نستمر بنفس الطريقه ما غاديش نزيد نطول عليكم حتى نكملوا كميات العجين او الكريات اللي عندنا كاملين. غادي نبقى غاده بنفس الطريقه. بعد ما كنشكلوهم كاملين على شكل مربعات كيف كتشوفوا معايا غادي نبداو باش نسرحوهم. غادي نبداو باول مربع. بسم الله غادي نشكلو على شكل مستطيل بهذا الشكل طولي. العجينة غادي نرققها بحال هكدا باش نديرو فيها الحشوة ديالنا. غادي نجيب الحشوة بسم الله غادي نديرها هكا على شكل طولي حيت انا غادي ندير واحد الفطائر طوال. الحشوة نديرو هكا شوية طويلة باش تجينا سهلة في الطي ديالها. صافي هاد العجينة غادي نلويها فوقها. بسم الله غادي نغطيوها غادي ندورها دورة وحدة بركة. غادي نجيب القطاعة وهاد الزوائد غادي نقطعهم حتى هما بالموس. بسم الله نقطعو هاد الجوانب اللي بقاو لينا غادي نقرصهم هكا صافي. هي عندنا جاهزة غادي نحطها في اللاطة ديالنا. نفس الطريقة غادي نعاود ندير الحشوة ونحاولو نديروها بشكل طولي باش كتجينا ساهلة نسدو عليها. غادي نوزعوها بشكل متساوي صافي. وغادي نفس الطريقة غادي نسدو على هاد العجين باش جينا هكا على شكل باكيت. والزوائد غادي نحيدوهم كيف درنا في الاول. هاد العجينة الزايدة صافي ونحطوهم في اللاطة ديالنا وبقاو غادي بنفس الطريقة.
ناخذ العجين تاني، ندهنوا سطح العمل ونفس الطريقه. غادي نسرحو بشكل طولي، باش غادي نديرو فيه جوج ديال الباغيت ولا جوج ديال الفطائر. بعد ما سرحنا على شكل مستطيل، غادي ناخذ الحشوه ونوزعها حتى هي بشكل طولي بحال هكا. نبداو نطويو من الجناب، غادي نهزو ونسدو الحشوه ديالنا. غادي ندورو دوره وحده صافي، وغادي نقطعها. قطعت انا بهذه ديال البيتزا، تقطعو بالحاجه اللي متوفره عندكم صافي. وهاد الزوائد ديال العجينه غادي نحيدهم، صافي، ونحطوها في لاطا ديالنا. يعني غادي نبقاو غاديين بنفس الطريقة حتى نساليوهم كاملين. طريقة سهلة جدا، وكيجيونا مقرمشين وتيعجبو الأطفال بزاف، كيعجبو حتى الكبار. غنبقى غادا بنفس الطريقة بلا ما نطول عليكم فيديو، حتى نساليو الفطائر ديالنا ولا العجينة ديالنا. غادي نسدو عليهم، صافي، نجيب هاد العجينة. يعني بطريقة سهلة جدا، صافي، ونحطهم في اللاطة. بعد ما شكلناهم كاملين بهذا الشكل، غادي ناخذ واحد الموس وغادي نشرطهم غير كتزيين. ندير لهم شي شريطات بحال هكذا، غادي نكملهم كاملين بنفس الطريقة. فهاد الوقت نديرو الفران ديالنا يسخن، غادي نكمل بلا ما نطول عليكم. بعد ما كنفلحوهم كاملين، من الاحسن الموس يكون ماضي. غادي ناخد بيضه، غادي نزيد عليها تقريبا واحد ملعقه صغيره ديال بابريكا اولا التخميره، وغادي نزيد عليها بعض قطرات الخل باش ما يبقاش لينا مذاق البيض باين. غادي نخلطو الكل، وغادي ندهنو الوجه ديال هاد الفطائر ديالنا باش يجيونا محمرين، كيجي اللون ديالهم زوين. غادي نبداو ندهنو الفطائر ديالنا بشكل عادي، ندهنوهم كاملين مع التحميرة اولا البابريكا، كتعطيهم واحد اللون احمر كيجي زوين دهبي. صافي، غادي ندهنوهم وغادي نرشوهم بالزنجلان. تقدروا ترشوهم باي حبوب عندكم، الزنجلان ولا البافو ولا شي زريعه من الزرار اللي كيعجبوكم. صافي، انا غادي ندهنهم كاملين ونرشهم بالزنجلان اولا السمسم العربيه. بعد ما دهناهم كاملين، غادي نجيبو الزنجلان اولا السمسم ونرشوهم من الفوق. بسم الله، كيف قلت لكم تقدروا ديروا الزنجلان ولا ديروا البافو، الحاجه اللي كتعجبكم. غادي نديرهم في الفران ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما يطيبوا. نتمنى جربوهم، يعني ساهلين في التوجد ديالهم.
بحال هاد بحال هاد الحوايج كيعجبو الدراري الصغار. هنا غادي نكمل ونتلاقاو بعد ما يطيب ان شاء الله بلا ما نطول عليكم. هذا هو الشكل الفطائر ديالنا بعد ما خرجوا من الفران. شوف الشكل ديالهم كيجيونا مقرمشين كتسمعوا. بقى لينا غير نتلاقاو في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا، كيجيو كي كتشوفوا مقرمشين وكيجيو لذاذ. نتمنى تجربوهم حتى نتوما وتمتعوا باللذه ديالهم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده ومتميزه.